قبل ما بديكم المقطع يا حبايب، نزلت لكم مقطع على قناتي الثانيه اقوى فضيحه على قناه مملكه المشاهير، راح تكون رابط الوصف يا حبايب، الكل يروح يشترك بيها. مقطع كوش خرافي نزل هناك، دليل حب نور مارو قمرطاي، رابط الوصف شوفوه. الخبر الاول عدنا عن نور مارو تنزيل اغنيته الجديده اللي كانت بعنوان حبيبتي مافيا. طبعا الاغنيه كلش خرافيه يا حبايب، والفيديو كليب بشكل مو طبيعي رهيب، ولكن تعرضت شويه تهجم بسبب انه اكو اشخاص يقولون انها نوعا ما تقليد لاغنيه محمد رمضان. بالنسبه للاشخاص اللي سمعوا الاغنيه، اكتبوا لنا بالكومنتات شاركم الاغنيه وهل هي عجبتكم او لا. ننتقل حاليا لقمر طاي وتنزيلها هذا الستوري، كانت تبارك بيه نور مار على اغنيته الجديده وتعلن من خلالها انه شوفوا الاغنيه. وطبعا هي تاكد يا حبايب انه الاغنيه ممكن تكون الها حسب ما قال اغلب الناس، فاكتبوا بالكومنتات شاركم بهذا الموضوع. بالاضافه لقمر يا حبايب نزلت هذا الستوري، كان يسالوها انه شو وقت ناويه ترجعين لتركيا، فهي قالت انه ان شاء الله، طبعا هي حاليا بالعراق، قالت انه ان شاء الله بالاسبوع الجاي هي راح ترجع لتركيا. ولكن الصدمة اللي صارت يا حبايب من قبر طاي، قبل شوي نزلت شوية ستوريات كانت من داخل تركيا، شاد يسوي مفاجأة نور مار بس على مود تجي حفلة عيد ميلاده. طبعا اليوم هو عيد ميلاد نور مار، فكل عام تخير اقبال مليون سنة يا رب. وقالت انه هي جت تركيا بس خصيصا نور مار، صراحة شي كوش حلو، ويبين انه هي كوش تحب نور مار. راح تكون ستوريات شوفوها. والله عارف سمعتكم، بس مبدئيا انا الصبح سافرت قبل ساعه وصلت بشكل مبين انه انا يعني وحده مطر عليها وسافره وماكله هواء عشان تطلع علي. نوش كل عام وانت بألف خير. طبعا نور حاليا مصدوم تشوف وجهه، مصدوم الصراحه. طبعا انا يا جماعه كلكم تعرفوا كنت بالعراق قبل ساعه واحده، اجيت من العراق خصيصا لعيد ميلاد نور، فقدر هالشيء. اوكي تركت شغلي، تركت وجيتك. فكل عام وانت بألف خير، والف مبروك على النية. الله يبارك فيك، وان شاء الله النجاح نجاح. كيف حالك؟ فكتوا لكم انت شاركوا باللي سوته قمر طاي. ننتقل حاليا مريانا غريب ومرضها، فنزل شويه هذا التيك توك يا حبايب اللي كانت كاتبه عليه مريضه. طبعا الله يشفيها يا رب، وان شاء الله ما بيها الا الخير والعافيه. واللي تستنوا يا حبايب تدعوا لها بالكومنتات انه الله يشفيها يا رب. ننتقل حاليا لارين بيوتي يا حبايب ورجوعها دبي بعد ما كانت حاليا بالسويد، رجعت حاليا لدبي. ولكن الشيء الغريب اللي صار يا حبايب، والشيء نوعا ما ياكد انه اكو مشكله صارت بينها وبين غيث مروان. طبعا كنا نعرف انه غيث مروان هو كان يحب نارين بيوتي، ولكن نارين بيوتي فجاه تروح الموفلوجز وتترك غيث مروان، وغيث يروح يتصالح ويا عدوه نارين اللي هي نور. ولكن الشيء الغريب اللي صار انه امبارحه نور نارين بيوتي نزلت شويه ستوريات كانت من داخل بطوله فورمولا 1 اللي هي بطوله يا حبايب، بهذه البطوله هي التقت ويا محمد رمضان. ولكن الغريب انه غيث مروان هم كان من داخل البطوله من نفس المكان، ولكن الغريب ان ثلاثهم ما التقوا ويا بعض ولا حكوا ويا بعض من صار لهم تقريبا شهور كامله، رغم ثلاثهم كانوا من نفس المكان. فما ادري صراحه شو رايكم بهذا الموضوع، اكتبوا لنا بالكومنتات تتوقعون اكو مشكله صايره بيناتهم او لا. بالاضافه لنارين بيوتي يا حبايب نزلت شويه ستوريات تلتقي بيها ويا انس وبيسان، جابت لهم هدايا من السويد راح يفتحوها بالستوريات. وبالاضافه نزلت هذا الستوري كانت تحكي بيه قصه حزينه صارت وياها عن انه سرق اللابتوب مالتها. طبعا الناس كانت بيها انه انس وبيسان هم سرقوا لها اياها وهي صارت تضحك. اقول راح احطكم كل الستوريات وستوريات الهدايا اللي فتحوها، شوفوا الستوري صراحه كلش حلوه كلش تضحك شوفوها. اوكي اتوقع امبارح صار اغبى شيء ممكن يصير معي بحياتي، والله اغبى 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 شيء ممكن يصير معي بحياتي. سو خليني اشرح لكم شيء سريع جدا. كنا بايفنت، بعدين رجعت على دبي، فرحت اتعشى مع انس وبيسان، بعدين اخذ معي لابتوب بيت مشان اشتغل بالمطعم، في كذا شغله بدي اعملها. خلصنا عشاء فرحنا على الباركينج، جينا بدنا نروح على البيت، ولا انا حطيت لابتوبي وكان معي قميص وكان معي مفاتيح وموبايلين وكذا، فحطيتهم على اللابتوب على اللابتوب على السياره. ولا بعدين عم نحكي 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 وانا هيك انشغلت، فاخذت الموبايلات وحطيتهم بالسياره وحركت على البيت. جيت وصلت على البيت بدي انزل بدي كمل شغل، ولا بطلع بدي لابتوبي، ولا عم انا صرت بعرف يعني بهي اللحظة لما طلعت على اليمين وما شفت الكمبيوتر، صرت عارفة انه انا تركت الكمبيوتر على السيارة وكان في معي باور بانك، مع انه انا ما بحمل باور بانك. ايه وانا تركتهم على السيارة وحركت على البيت وهن فوق السيارة على السقف هون، ولا طلعت هيك ما لقيت الكمبيوتر. انا عرفت بهي اللحظة انه انا سقت السيارة وهن فوق، بس عم حاول يعني اتغاضى هي الفكرة انه لا لا هو وقعان اللابتوب بشي زاوية ما بعرف شو. اقسم بالله فتلت شوارع دبي وطريق من هون للمطعم يمكن الف مرة، وهلا لحد هي اللحظة وانا ما لقيت الكمبيوتر، كمبيوتري ضاع بسبب غبائي، وعم نحاول نجيب يعني كاميرات من المراقبة انه نشوف اللابتوب وين وقع بالبار. اوكي للناس اللي عم تكتب لي روحي على الباركينج اللي كنت فيه، بعد 5 دقائق من وصلتي على البيت
رجعت على الباركينج ما في لا حدا بالباركينج ولا كمبيوتر. عملت اللفة 500,000 مرة وشوارع دبي كلها، فما بعرف وين ممكن يكون. وعم حاول شو اسمها هي find my phone شو اسمها، عم حاول اعمل له تراك عليها ولا عم بيبين له اثر. عم يبين انه ما في نت وهو بس على خريطة بيضة وبس مكتوب ناريمز لابتوب شو اسمه، فما في ما في اثر للكمبيوتر اختفى. وانا من امبارح ساكتة وعم حاول اني لا حتلاقي فحجن وما بعرف شو اعمل. ماني مستوعبة انكم ما بتتخيلوا يعني اي كان ما افكر فيها حزن. anyways حخبركم اذا صار معي اي ابديت، مع انه ما اتوقع حتشوفوني. هلا من السفر وجابت لي معها هديه لي. قربي شو هديتي بفتحها عاملين انبوكسنج. يلا لنشوف. يلا انبوكسنج لهديه. سو لبيسان لون بينك ولا انس اسود. أنا مدمن انت لأسود. اسود بحبه. مو قال لي بتحب الاسود. شكرا لنا. هي والله يلا افتحي شقية. انا بحبك افتح لنا. يلا قم يخلص الستوري والله حملت اشوفها. الله يا رب تكون اللي بتلف جنبه ويناي. اوبا شو لا افتحي. هاي اريانا جراندي. بعرفش بس مبينة قوي. I love you. شوفها. اوكي جايز واخيرا افتح هديته لانه ما بدي يحرقها على الستوري تبعي. بدي يفتحها على الستوري تبعي. اوكي واخيرا يلا اوف 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 ماي جاد. طبعا حبايبي علبة ريحتي من هون بتصور معها صورة قد ما هي حلوة. عشان حسيت بتشبهها. لا انت ما بدي اخش عليك روح. لا اكيد لا في الريح مقواه. طيبة صح؟ جنن ريحتها دولار. افتح دولار اللي خلاص. بسم الله. اوه طبعا حبيبي راح اعلقها عندي. مستحيل ارشمها مستحيل. الله اشم. ما رشتي لي من تبعيتك روحي. قلت لك عطيه شيء من تبعيتك. صح. يا الهي شو هاب. طيبه شو هاب. اقل اشي هسه بدي اخطب. لازم اخطب عليها. لازم تخطب على هلا. انا عايش كاني في ظلمه. شوف الكريم كم في وقت في الستوري. باقي لك 10 ثواني. الله كل يوم بروح على السويد. هذا كريم طبعا حبايبي. خلاص قررت. تعرف نارين شو قررت؟ راح تنصدمي. راح اربحها للمتابعين العاب. اكثر حدا بيعمل لكم انت. وراح اربحك. انت اكذب واحد. طبعا حبايبي ساي راح اعلقها عندي وراح اهديها لولد ولدي يعني ابننا. لا مو لازم تكون ريحتك منها. وروح حاليا لاحمد ابو ربيع حبايب تنزل شوية ستوريات بعد ما كل الحفلة اللي صارت يعلم خلالها انه ان شاء الله السبت الجاي راح يكون حفلة الخطوبة مالته. وبنفس الوقت صار يشكر المتابعين على الدعم وعلى نفس الوقت الشكر والدعوات. الليلة راح تكون الستوريات كلام من قلبه. اوكي okay. I think اجل وقت نرجع لانستغرام زي اول. بس حاب اشكركم على كل الكلام الحلو هاليومين. الدعم الدعوات. انا مصدوم. بمشي في الشارع سيارات ورا بعض سيارات. مبروك. والله اشي كثير بفرح الواحد. و شكرا جايز. كمان شو كمان والله نسيت. استنى حسب. صح في حفلة. في حفلة خطبة إن شاء الله يوم السبت. فبدي إياكم تترقبوا ستوريات السبت. يكون إشي كثير حلو. كل الناس بتحبوهم جايين. أترقبوا بدنا نولعها رقص يا جماعة. رقص بصوا لحبايبنا صارت المقطع من مقطع جابكم من سوري الفجر. هذا مقطع بلايكات وبس. انكم فهد زين من قناة ملك القصص. أحبكم ومع السلامة. ولا تنسوا تشوفون مقطع قناة الثانية مملكة المشاهير بالوصف.